لا بجد فيك. نورنا. تحت امرك. والكناي والكاياك يمكن احنا عملنا فقرة عنهم قبل كده، بس من الفقرات والرياضات المهمة اللي دايما فيها جديد واللي الناس بتبقى دايما مش قامن معاهم، فعشان كده النهارده حابين من حضرتك نبدأ من الأول خالص نشرح عن هذه الرياضة، احنا كنا فين، بقينا دلوقتي في ليفل كام، خلينا نعرف منك. اولا سعيد طبعا ان حضرتك بتقولي الكلام ده في قناه الاهلي، لان احنا عايزين نضيف لعبه الكانو كايك او نشاط لنادي كبير جدا زي الاهلي. هو طبعا احنا مش هنضم للتاريخ، لكن ممكن ننضم للتطوير. شوف اختيار الكلام والمصطلحات. اي منضم جديد بيبقى من منسوبي التاريخ المحترم لنادي كل الاحوال. ده رائع جدا، يعني متشكرين ان احنا ضمونا في التاريخ القوي ده. نور الدنيا كلها، ربنا يخلي حضرتك. هو الكانو كايك لعبة المجدف الحر، يعني أي مجدف حر هو كانو كاياك. الاتحاد الدولي للكانو كاياك الاي سي اف انترناشونال كانو فيدريشن هو عنده 19 ديسيبلين رياضات مختلفة كلها مجدف حر. لو حضرتك شايف مجدف في ايدك حر للاستخدام، إذا هو كانو كاياك. اوكي. هو كلمة حر هنا مقصود بيها ايه؟ مش مرتبط، مش مرتبط بال، مش مقيد. اوكي تمام. مش مربوط بأي معدة. اوكي. هو في ايدك أنت. اوكي. فلو وقفت على بورد ومعاك المجداف، اذا ده اسمه اس يو بي او تجديف وقوفا. اوكي. ستاندنج اب بادلينج. لو انا في الكاك انا بعمل كده، لو انا في الكانوي على ركبتي، لو انا في الكانو بولو، لو انا في الدراجون بوت، اوكي، لو انا في الاوشن كانوي، لو انا في سباقات ماراثون طويل جدا 26 كيلومتر مثلا، لو انا في بارا كانوي، اي سلالوم، كل دي تفريعات مختلفه لنفس الرياضه. اي سي اف. اوكي بالظبط. كل ده واحنا بقى واصلين لفين، وعندنا رجال وعندنا سيدات، وفي تطوير حصل طبعًا مع السيدات. طبعًا انا عارفه هنتكلم في الموضوع ده. اتفضل. لا هو صراحه ما شاء الله الاتحاد الكانوي كاك اتحاد متطور جدا وسريع في تنميته، بدا متاخرا صراحه 2009. هو كان لجنه صغيره في اتحاد التجديف، و2009 اصبح اتحاد منفصل قائم بذاته وله مجلس ادارته ولاعيبته. 2012 بسرعه جدا كان في لاعب يمثل مصر في اولمبيك جيمز لندن 2012، وبعديها اثنين لعيبه شاب وفتاه في 16 في ريو دي جانيرو، وفي طبعا في طوكيو مثلنا برضو اثنين لعيبه شاب وفتاه. وان شاء الله ناهل عدد اكبر المره. احنا بنتاهل، طب ايه اللي بيحصل بعد هو كده؟ المساله كلها دلوقتي في ان احنا ناهل. اما بالنسبه للعيبه، يعني حضرتك ممكن تتوقعي في 10 سنوات الكفاءه، درجه الكفاءه العامه للاعبين قد ايه، درجه الكفاءه العامه للمدرب اللي بقى له 10 سنين. يعني لو بدانا وبقى مدرب خلاص بقى له 10 سنين بس. فاحنا بنثقل على قد ما نقدر، بنثقل على قد ما نقدر. الاتحاد الدولي بيساعد بيدعم على قد ما نقدر. حضرتك هتشوفي مدى التطوير، انك عندك اثنين اعضاء مجلس اداره في الاتحاد المصري موجودين في لجان الاتحاد الدولي كاعضاء في الاتحاد الدولي، وده شيء يعني بالنسبه للاتحاد الدولي دعم. احنا بنعتبره دعم، مش بنعتبره كفاءه مننا اكتر من انه دعم من الاتحاد الدولي لوجود مصر على قمه الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. رئاسه الاتحاد العربي ما خرجتش من مصر من اول وجود الاتحاد المصري. حتى السنه اللي فاتت التجديد برضو اللي هو ايمن شويته اخذها من الدكتور حافظ الغندور، بقى هو رئيس الاتحاد العربي. امانه الاتحاد العربي، امين عام الاتحاد العربي برضو مصري. دايما احنا اكتر دوله بتنظم بطولات للبطولات العربيه. ما شاء الله الصوره هنا طبعا بالنسبه لي انا اللي قبل دي واحنا في افريقيا. الصوره دي يعني انا صراحه بكيت لما كسبنا. دي كانت رائعه جدا، لان دي ان نتاج البطوله العربيه. احنا منتخب مصر لحد الدوره السابقه كانوا 7 لاعبين. احنا عندنا دلوقتي 17 لاعب كمنتخب قومي. واو. ولما جينا نشارك في البطوله العربيه شاركنا ب 30 لاعب، 29 منهم اخذوا ميداليات. ما شاء الله. واو. ما شاء الله نسبه محترمه جدا. بالظبط، يعني لحد 2014 15 كانت تونس هي اللي بتاخد معظم الميداليات. دلوقتي الكيرف اتغير خالص وبقت مصر هي جزء من